لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا مرحبا باسمي واسم ربعي طويلين اليمان. في حفلة تكريم الشيوخ اللي يظل ظلها نلعب على سحر البيانة الليلة الليلة نبى نلعب على والشكر لله والثناء كل الدروب لله الشيخ فالح كمل حقوق النشامى كلها عشر ولا تبى تاخذ ثمان حاول تغانم فرصتك لا شانحت في حلها يا حمود بن عايض متى بتحركون البرلمان السالفة يمكن توصل لك قبل تصلها السالفة يمكن توصل لك قبل تصلها حسب اعتقادي يمكن الميعاد في شهر رمضان لكن يسهم المنايا والسيوف وسلها ما تصلح ظروف المكان الا مع ظروف الزمان واللي عقد روس الحبال أم العقود يحلها كتابة التاريخ ما تظلم فلان ولا فلان يا من لي عين ما ملاها فعلنا يا ملا كيف الخواجة يا طويل العمر عين ترجمان افتح ملفات القضية وانتبه لسجلها معنا يا شباب Let's go.
معنا يا عيال. أنا أدري إن حمود طيب لا يذل ولا يهان، لكن حنا من تب ودم ما برد له غلاها. أهم شيء المحتوى ولا اللغات من اللسان، والناس يوم الترجم احداث زمان احسن لها. حمود دايم ثابت سرجه على بنت الحصان، ونهجت اهل الخيل من صوت ابن عايض خلاها.